طيب قال ما حكم من يقول أنا أعلم من رسول الله لأنه يتكلم الفرنسية ومحمد لا يتكلم الفرنسية؟ ده الترابي، وحكمه إنه ده استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده ما يدل على فضيلة يا أخوان، لأن اللغة هي وسيلة لتحصيل شنو؟ العلوم. يعني مثلا طيب يا 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 شعبي أو يا ترابي، أنا بعرف لغة سي بلس بلس أو لغة جافا أو ماتلاب، أها كده معناها أفهم منك؟ هل ده المنطق يعني؟ ها ما طيب الكمبيوتر بيعرف 01، أنت يا ترابي بتعرف 01؟ مفروض لما يكون داير عصيدة يقول 01، يعني الملاح يكون 0 كده يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الضب، عرفته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الشجر في صحيح مسلم. ها؟ وابن عباس قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فجئته فسلمت عليه فلم يسلم عليه، فقلبته فلم يسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لقى جمل بيبكي في حائط يعني بستان، قالوا سألوا وبقى يرغي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال من صاحب الناقة فلان؟ قال إنه شكى أنك تضربه وتحمله ما لا يطيق، ثم أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم به خيرا. الأصعب ياته يتكلم مع يسلم عليك حجار، ويتكلم مع تتكلم معك ناقة وغيره وشجرة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا شجرتين، حديث جابر في صحيح مسلم. وأبعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الخلاء قضاء الحاجة، فما وجد شيئا يستتر به إلا شجرتين، فدعاهما فجاءتا يعني تخضان الأرض، فاستتر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، عرفته؟ ده من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما سمت اليهودية اللحم للنبي صلى الله عليه وسلم تكلم اللحم ولا ما تكلم؟ انت ترابي اللحم بيتكلم معك إلا يقول لك الله يريحني منك، عرفته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه واللحم، دي معجزات عظيمة وباهرة، عرفته؟ لكن يا أخواننا الترابي داير يقول للناس أنا المخلص بتاع الأمة، يعني بيقول لهم ما في عيسى حيجي نازل آخر الزمان، وما في مهدي منتظر، ما تعينوا هناك، عرفته؟ وزول مجرم ساكت، في النهاية مات وما قدم أي حاجة للأمة إلا الفتن والمشاكل التي زرعها الترابي والشلة بتاع النذيل. والحمد لله بعد الترابي مات أولادي تفرتقوا، عرفته؟ ما أعرف لا سيما رفعوا الصيوان ولا الحاصل شنو. طيب فده كلام كفري واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا تقولون للذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء اسمه في القرآن أحمد وهو اسمه محمد، فكيف نوفق بين الاثنين؟ العلماء قالوا أحمد يعني أحمد ومحمد هي في أسماء التفضيل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء يحمد عليها، وهو عنده من الصفات يحمد عليها أكثر من غيره، ومحمد لما له من يعني المناقب العظيمة التي خصه الله سبحانه وتعالى بها. فعيسى عليه السلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأوصافه عليه الصلاة والسلام. قال ماذا تقول للذي يدعي أن الشيوعية نظام اقتصادي وسياسي فقط ولا يتطرق للدين ولا يتعارض مع الدين؟ هون أصلا الشيوعية لما قامت قالوا نحن أصلا جينا ضد الدين، أصلا نحن ضد الدين، والكلام ده قالوه الناس اللي ألفوا الشيوعية. عشان كده لما يجي زول واحد في السودان ويقول لا ما كده وديل ما ملحدين إلى آخر، دائما إنه إنسان داري يغبش على الناس أو إنسان جاهل ما قرأ المراجع بتاعت الشيوعيين. أكبر وثيقة للشيوعيين في العالم هي البيان الشيوعي، ألفوا كارل ماركس وفريدريك إنجلز. قالوا فالشيوعية تلغي الحقائق الأبدية، تلغي الدين والأخلاق عوضا عن تجديدهما. دي الشيوعيين أصلا قامت كده، وده البيان بتاعهم، وده الناس النجراه. أنت لو عندك حاجة جديدة أبقى إنسان عندك فاخورة، وأعمل لك حزب براك وأنجر لك حاجة براك وأكتب لك نظام براك. لكن ديل اللي ألفوا قالوا نحن ده برنامجنا كده كويس. لينين لما جاء قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ قال لا عندنا أخلاق لا عندنا سلوك. ما تزعل يا شيوعيين، ده شيخكم ذاته قال أنتم ما عندكم أخلاق، يعني قليلين أدب. شيوعيين قليلين أدب، ده ما كلامكم، ده ما كلامنا نحن، كلام شيوخكم. وبرضه الكلام ده قاله ماركس ذاته في البيان الشيوعي، قال
فغاية ما يلام عليه الشيوعيون أنهم يريدون إشاعة صريحة للمرأة بدلا من الإشاعة المغطاة بالرياء والمداجة. يعني حاجة تكون زي الجماعة بتاع شباب طوق ديل والدبرك تلقاهم زمان بيقولوها لكن هسه خجلوا منه لما ضاجع كل بنات الطير، ما كان قصده يمتع نفسه يكون صعلوك، كان قصده نبيل وشريف يملى الدنيا طيور واغاني. عشان كذا احسن غنية لشيوعين بيتكيفوا لها ولا نحن مع الطيور ده يبقى والدبرك، والله انا القاك افكك بنبله لما اريح منك العباد والبلاد. مجرمين دارين ينشروا الفساد بين المسلمين. عشان كذا دائما الشيوعيين بينتشروا في الاماكن اللي فيها الفساد الاخلاقي. ما بتلقى في شيوعي في الاسلام هناك. ها؟ يقول لك يا زول دي هناك كديس ومذكر، ما في انتهى هناك. ما بيمشي يقعد. هناك ما بيمشي يقعد. شيوعي داري فيك حب وكانات والود مناضل وكذا وشوفوني، ده الموضوع بتاع الشيوعي كله. والله مرة واحد ناقشناه في جامعة السودان، قال أنا كنت بقرا في الإسلامية وجيت البلد دي، قال جينا عشان نبرطع عادي. قال الحمد لله الذي جعل لنفسه عظمة وكفى. السؤال علق في البيت، اللون ديناميكية الله في الهوية. يقول العلمانيين أن الله عنصري. طبعا ده أخواننا من منتهى الكفر، نعوذ بالله نعوذ بالله. لكن النازل فهمهم فهم شالوه من الشغل ده، الشغل بتاع ناس المستغلين جدلية الهامش والمركز، عرفتها؟ الكتاب اللي ألفه الزول ده بسبب شاكوش أدوله، لأنه هو من سحنة معينة ومشى يتقدم لناس من سحنة معينة ورفضوا بدافع إنه ده من أهلنا وده ما من أهلنا، وده باطل. والدين ذاته جاء لشنو؟ الدين جاء لشنو؟ للناس تتعارف. ربنا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شنو؟ شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عشان كده عمر بن الخطاب قام سأل الوالي بتاعه بتاع الحجاز، قال له من وليت على أهل الوادي؟ قال فلان. من الموالي أم من العرب؟ قال من الموالي. قال من وليت على من؟ على من وليت فلان؟ وليته على من أو على أي بلد كذا وكذا؟ قال على وليت فلانا. وهكذا قال من العرب أو من الموالي؟ قال بل من الموالي. فقال عمر أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. شاكدا لما قال أبو ذر لبلال رضي الله عنه يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فذهب بلال فذهب أبو ذر ووضع خده على التراب، ولم يرضى إلا أن يضع بلال رجله على خده. عرفته؟ ربنا سبحانه وتعالى دعا الناس إلى تقوى الله سبحانه وتعالى وجعل المعيار هو التقوى. عشان كده ربنا قال ومن آياته، ده من الآيات، ده ما من العنصرية، من الأدلة التي تدل على قدرة الله. فده كل أخواننا كلام باطل. الإسلام ينظر إلى الناس سواسية، لا تفاوت ولا تفاضل بينهم إلا التقوى. عشان كده علماء الإسلام كانوا من الأعاجم ما من العرب. الإمام البخاري ما من العرب، الإمام مسلم ما من العرب، الإمام الترمذي ما من العرب، الإمام أبو داود ما من العرب، ابن ماجة ما من العرب، وهكذا كثير من الأئمة ما من العرب. عرفته؟ فده دي عنصرية يا أخواننا بغيضة بحاول ينشروها هؤلاء المجرمين العلمانين. عشان كده الإسلام ما بيرفع شعار العروبة، وإنما الإسلام يدعو الناس إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. فرصة مفتوحة لسؤال أو مداخلة. أيوة، القصة دي قالوها الشيوعيين ذاتهم، قالوها المستغلين. ايوه شيء مشهور موجود، ده من الاشياء الادبيه الموجوده في الجامعات. الكلام ده قاعد يقوله معمر، ده اسمه النقد ما بعد الهزيمه. معمر قاعد يقول الفجر كتب الحاجه على الشافوش ترى علمين. ده معمر قال في منبرنا رسمي هم جد دافع. معمر ده ذاته ما بدا يتكلم الا قريب عشان ما تتغشى به، ده نمره واحد. نمره اثنين، نحن موضوعنا ما في شاكوش، نفترض انه كلامي ده باطل. احنا مشكلتنا مع المستغلين في شنو؟ في الكفر والالحاد بتاعهم. هنا قالوا هنا، خلينا الموضوع بتاع الكلام ده خليه،
مع انه هم قاعدين يقولوا الكلام ده، هم هنا بيشتغلوا اركان بيقولوا نحن ما دارين السودانويه، ما دارين الدين، عرفتها؟ لكن خليك من السبب نشوف النتيجه. الصفحه هنا 48 او قول الصفحه 72 73، ده الكتاب بتاعه. ما انا لقيته يعني لقيته الكتاب ده موجود الان في السوق العربي بيتباع، عرفته؟ قال بيتكلم عن العقبات في طريق التقدم وكده، قال اللغه والعقبه الابستمولوجيه، طبعا كلام فارغ ساكت. قال لان اللغه ومعارفنا السابقه تشكل بنيه تفكيرنا، فان العادي من اللغه والمعارف دائما يحمل معه انماط التفكير والسياقات المعرفيه المقرره قديما، مما يتسبب في خلق التصورات الخاطئه بقدر كبير من خلال اخفاء التناقض، كما في طلعه الشمس وغربت الشمس. يعني هو زال دار يطعن في شنو؟ هنا يتكلم عن الايه والشمس تجري لمستقر لها، علق على الايه دي، قال حيث ان حامل الايديولوجيا الدينيه الفقيه يعتقد ان جهه ما هي المصدر الوحيد والنهائي للحقيقه. يعني داري يقول لك شنو؟ ان القران ما هو مصدر الحقيقه ولا ربنا هو مصدر الحقيقه، دي نحن مشكلتنا معاهم في الموضوع ده، عرفتها؟ قال بعد ذاك قال شنو؟ قال كما في طلعة الشمس وغربت الشمس. وطيب ربنا نزل القرآن للناس ليش نو؟ عشان يفهمه صح؟ طيب لما اجي اقول لك طلعت معناتها ما طلعت، طيب معناتها شنو؟ كده طلع معنى ثاني لمعنى طلعت، صح؟ معناها شنو؟ طيب انت هنا لما كتبت جدلية دي ما معناها تناقض، الجدلية هي معناها التناقض، لكن نحن بنقول له بنفس المنطق بتاعه الجدلية ما معناها التناقض. المركز والهامش، ما في مركز وما، والمركز ما معناه المركز، والهامش ما معناه الهامش. وده الشغل بتاع شنو؟ الملاحدة الزمان، الملاحدة، وده اللي بيسموهم السفسطائيين. أزول اللي بيجي للحقائق الواضحة وبينكرها، بينكر الحقائق الواضحة، عرفتها؟ قال ولكن لأن صانع اللغة لم يكونوا يعرفون هذه الحقيقة، لذلك صاغوا لنا المسألة بهذا الشكل الذي يتماشى مع منهج الفقهاء الذين يعملون على استنباط الحقيقة من النصوص باعتبارها المصدر النهائي للحقيقة. شو الكلام ده كفر كيف؟ هو داري ينقض لك انه النصوص الدينية ما شنو؟ ما مصدر للحقيقة. وبهذه الطريقة فإنهم لن يصلوا بتاتا إلى الحقيقة التي قررها علماء الفلك. شوف الكلام ده كفر كيف؟ طيب كلامه ده بناه على شنو؟ قال أصلا اللغة دي كتبوها ناس يعني الشغلة تكتكوها مع الفقهاء. هل اللغة وجدت قبل الفقهاء ولا الفقهاء وجدوا قبل اللغة؟ خليك من الإسلام، إسماعيل عليه السلام تزوج من شنو؟ من العرب. إسماعيل عليه السلام تزوج من العرب، عرفتها؟ فكانوا موجودين قبل الإسلام بسنوات وبقرون عديدة، ده يدل على البلادة بتاعته. نمرة اثنين، طيبها الحقيقة شنو؟ والشمس تجري لمستقر الله، الشافة بتجري منه؟ والشافة إنها ما بتجري منه؟ وما الذي يمنع من جريان الشمس؟ ها؟ وده ممكن تضرب له مثل، لو تضرب له مثل بعقارب الساعة، يعني زول البليد ها؟ يشوف مثلا الساعة 5، طبعا الشوكة بتاعت الثواني أسرع من شنو؟ من الدقائق، والدقائق أسرع من شنو؟ الساعات، والساعات كمان أسرع من الأيام والشهور، صح ولا ما صح؟ ما في ساعات فيها الكلام ده؟ يجيك واحد يقول لك لسه الساعة 5، ثاني 5 دقائق ويجي راجع، لسه الساعة 5 معناتها إذا الشمس ثابتة. وأنت على كيفك؟ على كيفك أنت؟ فده ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون. ربنا سبحانه وتعالى قال لك والشمس تجري لمستقر له، وأسند إليها الفعل، وربنا قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فالشاهد من الكلام ده كله إنه الناس دي الناس ملاحدة، ناس أصلاً ناس شيوعيين المستغلين، مؤتمر الطلاب المستغلين. وهنا في شارع المين ده يشهد لهم كلمات سيئة جدا. عندهم واحد كان بيقرأ في جامعة الجزيرة ضعيفوني كده، زمان خش للترابي، لو خشيت الندوة بتاعت الترابي 2006 في الميدان بتاع هندسة هناك بتلقاه خش كده ومخلوع، عرفتها؟ قال نحن ما بنقول إنه القرآن ظلم المرأة، لكن بيقول النص القرآني ظلم المرأة. أنا ما أعرف الزول ده مفرقها كيف، الأبستمولوجي دي فاتت وين ما أعرف. فده كلام بليد سايد، ده زول كلام زول مسطول. لكن بعد ده ناس ملاحدة، ناس بيقيفوا مع الشيوعيين، عندهم مناظرات مع جبهجية وشعبيين، مع إنه ديلك ما أهل للمناظرة، ديل عطالة ساكت، لكن بيقرروا فوقها
إنه الدين ما نافع. عندهم واحد هنا عنده تفة بيجي بيتكلم طوالي اسمه مين كده ما عارف. عرفته وعمل له مناظرة في جامعة كردفان وين وين فهمت؟ فده ده بيجي يقرر المسائل دي إنه الدين ما نافع ويطعن في الإسلام ويطعن في العقيدة. فده المنهج بتاع مؤتمر الطلاب المستغلين. ده المنهج بتاعهم. حتى لو كان السبب ده ما صح وما صح بسند خليه. لكن المنهج بتاعهم المنهج بتاعهم عرفتها؟ منهج يطعن في دين النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمنهج الشيوعي ده منهج يتعارض يا أخواننا مع الدين، بل هم يحاربون الدين. عشان كده لما مسكوا الاتحاد السوفيتي عملوا مواد في محاربة الدين، وإنه أي زول بيلقوه يدعو الدعاية الدينية ده إنسان يحرق ويقتل كما فعلوا بكثير من المسلمين في العالم. ولذلك يا أخواننا أنت كطالب جيت الجامعة دي بتلقى فيها أحزاب ومناهج كثيرة كلها دارة تمرقك من الدين، وكلها دارة تخليك بغير دين، زي ما ربنا قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون شنو؟ سواء. دارين يمرقوك من الإسلام الصحيح الذي من الله به عليك، وإن كان يعني أشياخهم والذين أرسلوهم يتنعمون بالعمارات وبالدنيا وبالتكنولوجيا إلى آخر، لكن هم يحسدونك أنت المسلم على هذا الدين الحق. ها؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم شنو؟ كفارا حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولذلك نحن يا أخواننا ندعو الشباب كلهم لمزيد من التمسك بالإسلام، وإنه يا أخواننا الإسلام الإنسان الطالب يتعلم الدين الحق الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تكون انسان عدل وسط بين اهل الغلو ناس داعش والمجار مديل اللي بيخلوا الدين عباره عن يعني مجموعه من العصابه بتاعين قطع الطرق، شغل بتاع كتيل ما يدعوك لدين ما يدعوك لاسلام، ثلاثه انفار وشغل بتاع فوضى، ثلاثه انفار يتلموا تلقاهم قاعدين يقول لك خلاص نحن الآن دولة الإسلام في السودان. يا ودي انتوا جماعتكم ذاتها فيها شك، جماعة صلاة ساكتة يمكن ما تتموها، تجي تقول أنا دولة الإسلام في السودان. فديل ناس مجرمين، وديل غشوهم مساكين. تلقى واحد بيحب الدين ويشوف التبرج ويشوف السفور ويشوف الشيوعيين بيقولوا في كلامهم الشين الكفر ده، طوالي يقول أيوة والله أيوة، والحكام ذاتهم ما شغالين كويس، نحن معناتها نقتل الناس ديل ونكفرهم. تلقى طالب معاك بعد شيء لبس له حزام ولما لفي مجموعه فرتقه كلها. ديل اهل غلو. كذلك في واحدين مشوا بجاي قالوا الدين ده اصله ما دارين. والدين يا اخواننا انما جاء بدعوه الناس وجاء بالعلم وجاء بالصبر، دي كلها امور مهمه زول لابد يتعلمها، خاصه انت كانسان طالب وانت يعني وقود لهذه الامه لابد ان تعلم هذه الامور وتتعلمها عشان تنشر بها الدين. اذا كان نحن المسلمين ذاتهم راس المال زي ما بقولوا، راس المال في جهجها، نحن المسلمين ذاتهم بنقنعهم والله يا اخواننا الرسول كويس، والله والله الرسول كويس، والله يا ناس كلام الرسول حق، والله يا اخواننا لو سمعتوا كلام الرسول بتخشوا الجنه. اذا نحن يعني محتاجين لكلام زي ده، وانه يا بنت الحلال البسي كويس، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك البسي كويس، والله الكلام ده خير لك. عرفتها؟ زي كأنه انا شايل لي بنج ولا حاجه، ما ممكن الامه تتقدم. لابد الانسان يا اخواننا يكون عزيز بدينه ويعرف منهجه ويعرف دينه. الناس اللي بيشوهوا الدين يرد عليهم ويبين باطلهم، عرفت؟ بالعلم والحجه الصحيحه. والناس اللي بيطعنوا في الدين ويقولوا الدين ما نافع برضه يرد عليهم، ويكفي الامه مؤونتهم وشرهم. كده الانسان يكون كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم امه وسطا أي عدلا خيارا. وده ربنا سبحانه وتعالى بينفعنا به. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.